الرئيس السيسي يؤكد أن هناك إجراءات خلال محاربة الإرهاب لم يعلن عنها للدفاع عن مصر وحماية شعبها. القوات المسلحة تواصل العملية الشاملة سيناء 2018 وتقضي على 4 عناصر تكفيرية. قوات الجيش السوري على مشارف عفرين والآلاف من أهالي حلب ينضمون إلى الجيش السوري. مشاهدي الكرام، أنباء العاشرة من أون لايف، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن أفراد القوات المسلحة والشرطة يبذلون جهدا عظيما لمحاربة الإرهاب، وأضاف خلال كلمته أمام طلاب الكلية الحربية أن مصر تدفع فاتورة عالية التكلفة من الأرواح والأموال في سبيل تأمين حدودها. زمايلكم من الجيش والشرطة دلوقتي مش بس حتى في سيناء، لا لا، ده على كامل الجمهورية، على حدودنا الغربية في الزير الصحراوي على امتداد 1200 كيلو، على الحدود الجنوبية والزير الصحراوي والمناطق الجبلية وفي الدلتا، جهد كبير قوي بيتبذل عشان يحمي مصر من الإرهاب ومن التطرف، وده أمر مهم قوي إن انتوا تبقوا واعيين ليه. خلي بالكم من التطرف والإرهاب وقد إيه بيهدم الأمم ويدمرها ويضيع مستقبلها، بيضيع مستقبل الأمم، وجهد كبير، وعايز أقول لكم تكلفة كبيرة قوي. التكلفة هنا مش بس على قد الأموال، لا، التكلفة اللي بتقدم من الأنفس، من الأرواح، من الدماء اللي بيتم بذلها عشان حماية بلدنا. وبشأن عملية سيناء الشاملة 2018، قال السيسي إن العملية لا تجري في رفح والشيخ زويد والعريش فقط، إنما تمتد إلى جميع الحدود، كما أكد أن الدولة المصرية تنتفض في الدفاع عن نفسها. هو تتصوروا ان العمليه الشامله موجوده في رفح والشيخ زايد والعريش؟ لا، ده انا لو يعني من غير ما اعمل لكم ازعاج يعني في الكلام اللي بيتم، بصوا قسموا مصر وقسموا البحار بتاعتنا واعتبروا ان كل جزء من اللي انا بتكلم فيه ده يعني على البحر المتوسط الشريحه الممتده من السلوم غربا لغايه رفح شرق اكتر من 1100 كيلو، ده ساحل بالكامل بيتم تأمينه. الجهد اللي موجود جهد كبير، احنا ما بنقولش كل حاجة، في بنقولش تفاصيل كتير، لكن انا قلت الدولة المصرية تنتفض للدفاع عن نفسها، وبفضل الله سبحانه وتعالى لن يستطيع احد طول ما في شباب زيكم كده مستعد يقدم نفسه وحياته وروحه لبلده عشان خاطر بلده تعيش، عمره ما هيسمح. أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة استمرار تنفيذ خطة المجابهة الشاملة سيناء 2018. وقالت القيادة العامة في بيانها رقم 10 إن القوات الجوية استهدفت 5 أهداف للعناصر الإرهابية والقضاء على 4 عناصر تكفيرية والقبض على 417 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا. وأشار البيان إلى استشهاد ضابط صف ومجندين وإصابة ضابطين ومجند أثناء تلك الاشتباكات. تنفذ وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحري المشترك كليوباترا 2018 من 20 إلى 23 من فبراير الجاري، ويشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الاستفادة من قدرات شركة سيمنز في مجال التدريب الفني،
وخلال استقبال جو كايزر رئيس مجلس إدارة الشركة، بحث السيسي مقترح إنشاء جامعة للشركة في مصر باسم فيرنر فون سيمنز، لتكون أول جامعة تقيمها الشركة في العالم لتخريج كوادر متخصصة في مجالات التكنولوجيا والكهرباء والإلكترونيات. أكد رئيس الوزراء أكد رئيس الوزراء الشريف إسماعيل سعي الدولة لتطوير البنية التحتية بما يتفق والمعايير الدولية، أضاف بالإضافة إلى اهتمام الدولة بمجال التدريب. أكد رئيس الوزراء الشريف إسماعيل تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري بشكل كبير في ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات السويدية في السوق المصرية. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التجارة والشؤون الأوروبية بالسويد أن ليندي، الذي بحثا فيه سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك. كما أكد إسماعيل على استمرار مصر في حربها ضد الإرهاب، مطالبا المجتمع الدولي بتوحيد الجهود لمكافحة هذه الظاهرة. ومن جانبها أكدت ليندي مساندتها الكاملة لمصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى إمكانية الدخول مع مصر في مشروعات ربط الطاقة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري إيد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، بحثا مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية. وقد شهد اللقاء نقاشا مطولا حول العلاقات المصرية الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف الجوانب. وقد حرص شكري على إحاطة وفد الكونغرس الزائر بمختلف أوجه التطور الذي يشهده المجتمع المصري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. كما أطلع النواب على أهداف ونتائج العملية الشاملة سيناء 2018. كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري المناضلة الجزائرية جميلة بحريد على هامش زيارتها لمصر للمشاركة كضيف شرف لمهرجان أسوان الدولي الثاني للسينما المرأة. وخلال اللقاء أكد شكري على العلاقات التاريخية بين البلدين وما قدمته مصر من دعم لجبهة التحرير الجزائرية وكافة حركات التحرر الوطني في المنطقة العربية والدول الإفريقية. كما أشار إلى ما تمثله المناضلة الجزائرية من رمز للتضحية بكل نفيس وغال من أجل الدفاع عن تراب الوطن. قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان خلال احتفالية مؤسسة بزنس توداي إن وجود الحكومة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات في أقل فترة زمنية ممكنة. منذ بدء تشرفي بتولي هذه المسؤولية في عام 2014 لغاية النهاردة، والواحد يبص على ما تحقق على أرض الواقع النهاردة أقول كل ده بكرم ربنا الحقيقة لينا كلنا في مصر، إن إحنا يعني كنا موجودين تحت قيادة يعني رجل حقيقة له رؤية كبيرة جداً وعنده جرأة شديدة في اتخاذ قرارات اللي تبقى لصالح المواطن المصري وصالح بلدنا. هو ساب طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناء على هذه الرؤية الحقيقة يعني ادانا كل المجال ان احنا ننفذ هذه الرؤية ونطرح ونتحرك بحجم وبسرعة وبجرأة شديدة جدا في تنفيذ مشروعات. يمكن هذه المشروعات كان ممكن تاخد في الأوقات السابقة عشرات السنين، وقدرنا الحمد لله ان احنا نحققها النهارده. كما اضاف مدبولي ان الدوله نجحت في حل ازمه الاسكان مع تنفيذ خطه لتطوير العشوائيات لتوفير حياه افضل للمصريين. الاسكان الاجتماعي النهارده، وان احنا قضينا بصوره كبيره جدا على مشكله السكن اللي كانت دايما تؤرق الشباب، موضوع العشوائيات، وحضراتكم يعني الحمد لله اكيد يعني شايفين الواقع النهارده بنغيره لسكاننا لأهالينا اللي موجودين في هذه المناطق العشوائية. الحجم المشروعات الاستثمارية الكبيرة والمشروعات القومية، المدن الجديدة اللي النهاردة بتتنفذ كدولة والنهاردة الدولة بتنفذها وقائمة عليها بكل المقاييس النهاردة الحمد لله. الحمد لله يا رب احنا يعني بنخطو خطى واسعة وواثقة، وعندنا أمل إن شاء الله في خلال الفترة القادمة هيبقى فيه قفزات أكبر ويعني وتيرة أسرع في تنفيذ المشروعات العملاقة، كل ده عشان نحقق كل حلم المصريين في غد أفضل لبلدنا إن شاء الله. قال وزير المالية عمرو الجرحي إنه يتوقع ظهور الآثار الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال فترة تمتد من 3 إلى 5 سنوات،
كما شدد على أن ذلك يرجع بشكل كبير إلى الإصلاحات الصعبة التي اتخذتها الدولة خلال الأشهر الماضية. أنا بتصور إن احنا في خلال 3 لـ 5 سنوات من دلوقتي ممكن نشوف جدا الاقتصاد المصري في وضع قد يعني لا يرى كثير مدى الكفاءة ومدى الجودة في الاقتصاد المصري والتحسن في الاقتصاد المصري لو استمرنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترات القادمة. فالحقيقة الأشهر اللي فاتت أو 15 شهر اللي فاتوا بالرغم من الصعوبة لكن كانت روشتة علاج هامة جدا تم التعامل معها بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والتوازن ل تحقيق ما وصلنا له اليوم. أملنا في الفترات القادمة أنه يبقى الاستثمار يزيد بشكل كبير، الشركات العاملة في مصر تزيد استثماراتها بشكل كبير، جذب استثمارات أخرى من الخارج، كل ده هيجعلنا نقدر نحقق نسب النمو اللي بنرغب فيها، نقدر نحقق نسب التشغيل اللي احنا عايزينها، لأنه كل اللي بنعمله في نهاية الأمر ده بيقاس بحاجة أساسية هي معدل البطالة ومعدل التعيين في وظائف، بحيث ان احنا نقدر في نهاية الأمر المواطنين يشعروا بالتحسن عن طريق التعيين. وأضاف وزير المالية أن هدف الحكومة هو خفض عجز الموازنة إلى 4% خلال عام 2022. عندنا فرص كبيرة في السنوات القادمة، وطبعا كل اللي تم ده تم به قيادة واعية جدا، قيادة عندها رؤية انه لازم نعمل الصح مهما كان التحديات اللي قصادنا، لان السكوت اكتر من هذا على هذه الملفات قد يؤدي بنا الى مشاكل اكبر. اهدافنا في السنوات القادمة افضل بكتير من اللي احنا نكون عليه، عندنا اهداف ان احنا في 2022 عجز الموازنة يكون في حدود 4%، النمو نكون ماشيين على في حدود 6 لـ 7 لـ 8% في السنوات القادمة، فنقدر نحقق التحسن المرغوب والتحسن المرجو في السنوات القادمة. قال جمال النجم نائب محافظ البنك المركزي ان مصر كانت تواجه تحديات بسبب سعر الصرف، وقد نجح المركزي في زيادة واردات من العملة الأجنبية لدعم الاحتياطي. كان عندنا تحديات كلنا عارفينها، بنتكلم سعر صرف، بنتكلم ان الدولار كان بيتحرك بره الجهاز المصرفي، ما كانش بيدخل عندنا حاجة في البنكينج سيكتور، وبحسبة بسيطة كان حجم الدولارات اللي بيخش في البنوك شهريا حوالي بنتكلم من 10 لـ 15 مليون دولار، النهاردة احنا بنتكلم في حوالي 2.2 مليار دولار في الشهر. كان عندنا تحديات ميزان المدفوعات، وكلنا عارفين المشاكل اللي كانت موجودة وحجم العجز اللي كان موجود في ميزان المدفوعات، واللي كان لازم الحكومة تدبر توفير هذا العجز عن طريق الاقتراض. كان عندنا محتاجين سياسة نقدية واضحة، كان محتاجين ان احنا في نفس الوقت يبقى عندنا طريقة تواصل واتصال مع العالم الخارجي وداخليا عشان نقول للناس المشاكل اللي عندنا ايه وازاي نتغلب عليها. استقبل ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد استقبلاه الشيخ سلطان بن سحيم الفان، وخلال اللقاء الذي عقد في قصر البحر اكد الجانبان على العلاقات الاخويه والتاريخيه التي تجمع الشعبين الاماراتي والقطري. وقد اعرب الشيخ سلطان بن سحيم عن سعادته باستقبال الحافل الذي حظي به في دوله الامارات. اختتم وفد الجيش الليبي الجولة 5 في القاهرة الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية، حيث تم دراسة الآليات المقترحة في الجولات الأربع السابقة. وقد ثمن الوفد الدور المصري في بناء الجيش الليبي واستضافة المناقشات لتوحيد المؤسسة العسكرية. وقد تطرقت المباحثات إلى مكتسبات الاجتماعات السابقة، حيث أكد الوفد العسكري الليبي على أن توحيد المؤسسة هو حجر الزاوية لتدعيم بناء قدرات الدولة ومؤسساتها الأمنية. كما أكد الوفد على أن الإسراع في تنفيذ ما تم التوصل إليه من آليات يوفر الضمانات اللازمة لأي استحقاقات وطنية قادمة. كما شدد على أن الجيش الليبي يرفض تواجد أي توجهات سياسية أو عقائدية تقود المؤسسة العسكرية. طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي عن برقة
طلبوا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني المتهي ولايته حول تصريحاته بدعم الجماعات الإرهابية بالسلاح في بنغازي ودرنا. بناء على ما ذكر السيد بوسهمين في إحدى قنوات التلفزيون بشأن الدعم المباشر للإرهاب في بنغازي من قبل شخصيات بعينها وما أقره بعلمه بهذه المسألة مما يجعله شريكا في هذه الجريمة، عليه نصر على قيام الجهات ذات الاختصاص بالتحقيق في هذه الأقوال واتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية ضده ومن ذكرهم، وحول ما صدر من حكم عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بعدم الاختصاص ومع إيقاف الدائرة الدستورية، فإن حالة إنكار العدالة قد تحققت بعدم ولاية القضاء على أعمال هيئة الدستور. هذا وقال عدد من نواب إقليم برقة الليبي أنهم لا يعترفون بهيئة الدستور المنتهية ولايته، كما طلبوا زملائهم في مجلس النواب بتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل لجنة من الخبراء المستقلين لإجراء تعديل محدود على الدستور. قرر نواب إقليم برقة عدم الاعتراف بهيئة الدستور المنتهية الولاية، مطالبين زملائهم النواب سرعة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المتخصصين تجري تعديلا محدودا على دستور الاستقلال. إن نواب برقة إذ يتناولون ما تقدم فإنهم يرفضون إصدار قانون الاستفتاء إلى حين تشكيل لجنة جديدة من الخبراء والتأكد من عدم وجود تزوير. مشاهدينا الكرام، أنباء العاشرة مستمرة ولكن بعد هذا فاصل. عودة إلى أنباء العاشرة من أون لايف، أهلا بكم. قال التلفزيون السوري أن القوات الحكومية ستدخل عفرين خلال ساعات لصد الهجوم التركي. هذا وكان مسؤول كردي قد قال أن القوات الكردية السورية توصلت إلى اتفاق مع دمشق لدخول الجيش إلى عفرين. وقال مستشار بالإدارة التي تدير مناطق الحكم الذاتي الكردية شمال سوريا أن قوات الجيش السوري ستنتشر في بعض المواقع الحدودية. وفور إعلان الجيش السوري تدخل في عفرين لوقف التدخل التركي هناك، أظهرت صور وصول الآلاف من أهالي حلب إلى عفرين للدفاع عنها، ليدخل بذلك الاتفاق بين الجيش السوري والوحدات الكردية حيز التنفيذ. كما أكدت تقارير كردية أن وحدات من الجيش السوري بدأت في نشر نقاط للمراقبة في العديد من المواقع لتأميم دخول القوات إلى عفرين. رسالة مباشرة للجيش السوري، يعني حدود أراضي السورية، مو أراضي عفرين. مرضى طلب كدفاع على الوطن السوري، ولا كشعب السوري، لا وطن السوري، مو ولا شعب العفري، كأنه وطن سوري يدافع على حدوده. نحن الجيش السوري نحن كله واحد، الشعب السوري نحن كله واحد، نحن كله بيض واحد وكل إرادة واحد. بأي مكان راح يكون مطلوب مننا نحن راح ندافع، راح نكون موجودين لحماية الشعب وحماية الأطفال. مش على هذا الأساس نحن مثلا موجودين، وين ما تطلب هاي القضية نحن لازم بهاي القضية. في تقرب إيجابي، ليش؟ لأنه المصلحة السورية أهم كل شيء. من هالشهة التنسيق صار قريب زيادة عن اللزوم، وهذا لا عيب ولا حرام إذا ما زال دولة السورية دافع عن شعبه أينما كان، هذا الشيء طبيعي يكون نحن جزء من الشعب السوري. وبدوره أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصميما على مواصلة حملته في سوريا. وأبلغ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أبلغهما أن دخول قوات الجيش السوري إلى عفرين سيكون له تداعيات سلبية. الرئيس التركي يقول استعداد قوات الجيش السوري لدخول عفرين بالاتفاق مع وحدات حماية الشعب الكردية هو تطور سلبي، في حين طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض التصعيد والالتزام باتفاقات مسار أستانا. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو قلقة من محاولة تقسيم سوريا، كما أكد أن هذه المخاطر تنبع من تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك خلال مداخلة له بمؤتمر فالداي للحوار في موسكو. التسوية في سوريا لا تعتمد على ما تقوم به روسيا فحسب، إنما على ما تقوم به الولايات المتحدة أيضا، فهناك مخططات ستؤدي إلى تقسيم الدولة السورية، حيث تشكل الولايات المتحدة قوة تمتد بين العراق وشرق الفرات بحجة مساعدة الأمن،
لكن هذا الأمر بالغ الخطورة على وحدة وسلامة الأراضي السورية. مشاهدي الكرام، انتهت أنباء العشرة من أونلايف. تتبقى تذكرة بأهم العناوين. السيسي يؤكد أن هناك إجراءات خلال محاربة الإرهاب لم يعلن عنها للدفاع عن مصر وحماية شعبها. القوات المسلحة تواصل العملية الشاملة سيناء 2018 وتقضي على 4 عناصر تكفيرية. قوات الجيش السوري على مشارف عفرين والآلاف من أهالي حلب ينضمون إلى الجيش السوري. مشاهدي الكرام، انتهت أنباء العشرة من أونلايف، لكننا متواصلون كالمعتاد على رأس الساعة. إلى اللقاء.